السلام عليكم اينما كنتم، معاكم في بث مباشر جديد من داخل محافظه المنوفيه. انا معاكم هنا من بوها شتنوف اشمون محافظه المنوفيه. حريق هائل نشب في محطه بنزين، وصل الحريق للبيوت المجاوره ومول كبير جدا. انا دلوقتي قدام عماره 9 ادوار تم الدفع بها عدد كبير من رجال الإطفاء، رجال الحماية المدنية لمحاولة منهم للسيطرة على الحريق. زي ما احنا شايفين كده مازال الحريق قائم ومازال محاولات رجال الحماية المدنية للسيطرة عليها. تم طبعا قطع الكهرباء تماما عن البلد بسبب الحريق، ولكن يا رب يكون الكاميرا جايبة ان مازال الحريق مستمر حتى هذه اللحظة بالرغم من محاولات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق. حضرتك كنت موجود في ساعه الحريق؟ ايوه انا كنت موجود. احكي لنا ايه اللي حصل. الساعه 5:30 بالظبط، هو الساعه 5:30 زي ما احنا شفنا تم قطع الكهرباء بالكامل، تم قطع الكهرباء بالكامل عن البلد بسبب الحريق. فانا بعتذر عن الاضاءه، ولكن مازال حتى هذه اللحظه الحريق مستمر، مازال حتى هذه اللحظه الحريق مستمر، ورجال الحمايه المدنيه بيحاولوا السيطره على الحريق. نشب الحريق تقريبا في الساعه 4:30، وما زال سعيد. اسمعي صباح العالم المصري يا صباح العالم المصري. اسمعي أنا بعتذر عن الإضاءة. زي ما قلت لكم إن الأهالي اضطروا إن هم يقطعوا الكهرباء عن البلد كلها. زي ما قلنا إن الحريق بدأ الساعة 4:15 وما زال جاري السيطرة عليه حتى هذه اللحظة. زي ما قلنا إن الوضع صعب، وإن الأهالي منذ قليل كانوا بيستغيثوا وبيطالبوا بسرعة التدخل وبيطالبوا المسؤولين بالتدخل لإخماد الحريق ومساعدة رجال الحماية المدنية. عايزه اقول لكم ان البلد كلها تقريبا بالكامل في الشارع. الحمد لله تم السيطره عليه بالنسبه، ولكن مازال لحتى هذه اللحظه رجال الحمايه المدنيه موجوده. يا رب تكون زي ما احنا شايفين البيت، زي ما احنا شايفين البيت وزي ما احنا شايفين النيران. يا رب تكون الكاميرا قادره تجيبها، يا رب تكون الكاميرا قادره تجيبها. عايزه اقول لكم ان الاهالي من الوقت للاخر بيطلعوا كشافات من التليفون من الشبابيك عشان خاطر محاوله لانقاذهم. يا رب سلم، يا رب سلم. حضرتك كنت بتتكلم معايا من شويه، وحضرتك كنت من اوائل الناس اللي موجوده هنا في لو سمحت الكشاف.
من اوائل الناس اللي موجودين هنا في الحريق، لو ممكن تقول لي ايه اللي حصل؟ اللي حصل تلاقوا المحطة كود هنا فيها بنزين، تمام؟ الفزان واحد معدي ولع سيجارة، تمام؟ ما تجيبش عامل المول مولعها في الدولة. حد ولع سيجارة؟ تقريبا بالظبط يعدوا ولا تجيبش. اهو احنا طبعا يعني احنا طبعا مش متأكدين، احنا مش متأكدين طبعا طبعا. اتفضل كمل. اتفضل حاضر لحظه واحده. اتفضل لحظه واحده. اتفضل. سبع ادوار ولعوا برضه، المنطقه برضه مش ملحقه ومفيش ميه واقفين لحد دلوقتي، احنا طالبين دعم الطيران يجي يطفوا عشان يسوي الناس حاجه تفوق. قول لي المصابين، عدد المصابين ايه؟ هل في وفيات؟ مفيش مصابين الحمد لله، ما فيش مصابين، ولكن في اهالي فوق ولا كله نزل؟ الاهالي بس اللي بالصف فوق، اللي الولع حد بيطلع لهم، الاهالي اللي فوق هم اللي بيطفوا. طيب حضرتك فين اللي كان نازل؟ تعالى يا عم احمد احكي لنا انت يا عم احمد بقى. اتفضل قول. عايز اقول لك بس ان انت على بث مباشر، فاتفضل يعني كل سامع حضرتك دلوقتي، فبجديه وبصراحه وتفضل قول. العربيه بتنزل بنزين ماشي، حضرتك صاحب البنزينه بيوقف السخان بس خرفان في ايده، قام طلع فين ولع، قام ولع في الارض خرفان، اما خطم العربيه قام ولع في الاسفلت يقول على شبت. بس شبتت في ايه بقى؟ شبت على الاسفلت كله، قامت شبتت في المول بتاع علي بخ. تمام. المول ده كام دور؟ المول ده 8 ادوار. في اهالي؟ ستة ادوار. كان في الحاجة والدته بس. تسعة يعني اهله بس هم اللي موجودين في البيت. طيب اللي فيه بيت مجاور حصل فيه نشب فيه الحريق ايضا؟ البيت المجاور برضه حصل فيه حريق. طيب الاهالي هل في مصابين او في وفيات؟ الحمد لله. الحمد لله. الحريق مستمر بقاله كام ساعه لحد هذه اللحظه؟ أربعة ونص. قول لي شباب القريه ازاي حاولوا ان هم اتصلنا بام المصافي دي كلها عشان لو سمحت اتصلنا ببنوك بالمقاصي، ما حدش جالنا في بعدها بيجي يعوض. احنا زي ما احنا شايفين ان كان في الشباب دور كبير في اخماد الحريق، ولكن لا ننكر دور رجال الاطفاء، هم ما زالوا موجودين حتى هذه اللحظه وبيحاولوا اخماد الحريق. الحمد لله يا رب يسلم، وان شاء الله تعدي الساعات المقبله على خير باذن الله. طبعا تم قطع الكهرباء عن البلد. هنوفيكم بالمزيد من التفاصيل خلال الساعات المقبله باذن الله. دعواتكم جميعا لاهالي ابوها شتنوف اشمون محافظه المنوفيه. شكرا لكل متابعينا في كل مكان. مين حضرتك؟ حضرتك كنت شاهد على الطريق؟ حضرتك شاهد عيان؟ ايه اللي حصل؟ يا حبيبي لو سمحت ما تديش بنزينه غير شرعيه كده، عشوائي غزال عشوائي من غير اي حاجه ولا تراخيص. فالفنطاط نزل بنزين فحصل مصاريف. هو مسك في بعض طبعا، الموز ده حضرتك عارفه كله مفروشات. ده ساعد على انتشار الحريق. انا بقى عايزين نتكلم في نقطه مهمه. الخزانين اتفجروا. فبوظ الدنيا خالص. عايزين نتكلم في نقطه مهمه بعد اذنك. مسك الادوار كلها. طبعا على ما وصل المطاط بقى ساعتين على ما جت، فكان الحريق وصل للثمان ادوار بتاع الموز. حضرتك كنت بتقول لا دي تجيبها عليك انت شلال. المفروض يبقى في تقنين لموضوع البنزينه ده، مش اي حد يروح يحط البنزينه في وسط البيوت. البنزينه دي بتبقى في حته بعيده وتبقى مرخصه خارج البيوت. لكن دلوقتي بقى الموضوع منتشر، فنروح على عين حد فيها شويه بنزين وجنب البيوت، فده خطر. بس عشان نمنع اي حدوث حرج. انا متشكره جدا ليكم، دعواتكم لاهالي بوها شتنوف اشمون محافظه المنوفيه. ربنا يعدي الساعات المقبله على خير. زي ما قلنا ان في حريق نشب في محطه بنزين. الحريق شغلت المول اهو. سعيد بس مباشر زي ما قلنا ان في حريق نشب في المنوفيه. حضرتك من اهل شغال في المول، ايه اللي حصل؟
البنزيمه اللي جنبينا دي، في بنزيمه تتفتح في وسط بلد واحد مش مرخص اصلا وفتح جنب المول، تانك في شيل 3000 لتر بنزين من فجر ولع، الدنيا كلها ولع، وده مش مرخص اصلا وازاي يسمحوا لهم كده؟ طب قول لي في مصابين؟ كان في مصابين، في وفيات، في الحمد لله ما فيش اي مصابين ولا مصابين ولا وفيات الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الست ادوار كله ولع صيفي والعيال دلوقتي مولع برضه. ألف حمد لله على سلامتك. شكرا لكل متابعينا في كل مكان، هنكون معاكم خلال الساعات المقبلة وسنوفيكم بالمزيد من التفاصيل.